ما زلنا في المنصورة الجديدة. أنا هنا واقفة ما بين الإسكان المتوسط دار مصر وبين منطقة الفيلات والكومباوندات، والحقيقة إن المقاولين العرب، شركة المقاولين العرب وهي شركة كبرى طبعا في مصر، قامت بتنفيذ حوالي 90% من هذا المشروع. مجمل هذا المشروع على كتاف المقاولين العرب وبعمال ومهندسي المقاولين العرب، وانا سعيده معايا اتنين من كبار المهندسين في هذا المشروع. باشمهندس محمد، يعني حضرتك المسؤول عن مشاريع الدلتا كلها بالنسبه للمقاولين العرب، باشمهندس سيد حضرتك المسؤول عن هذا المشروع المنصوره الجديده، لكن ابتدي بقى بالدلتا. ماذا يميز المنصورة الجديدة عن مشروعات الدلتا أو عن مدن الدلتا الجديدة اللي انتوا بتعملوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أكلم حضرتك في من ناحية جانبين اتنين، بحكم إن أنا من سكان الإقليم. أنت أنا من سكان من الإقليم، أيوة أنت أنا منين من يا ميدو فندم؟ أمر دقهلية. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الجزء التاني اللي هو بحكم عملي رئيس قطاع الدلتا في المقاولين العرب، محافظات الدلتا كلها. وهتكلم سبيشالي بقى في المشروعات المنصورة الجديدة. المنصورة الجديدة أولا خليني أسألك أوكي، كمواطن ده من أهلاوي. دهلاوي، اتفضلي. ماذا يمثل هذا المشروع بالنسبة لك؟ أنت من ساكن فين في الدهلية؟ ميد غمر. ميت غمر. أيوة بالنسبة لك بقى المدينة دي وأنت بتبص لها كده بعد ما بنيتوها وخلصت، أنت إحساسك فيها إيه كمواطن دهلاوي؟ محافظة الدقهلية ما كانش ليها منفذ على البحر المتوسط. النهاردة المنصورة الجديدة بطول 15 كيلو على البحر المتوسط، بقى منفذ لينا في سمارت سيتي، فيها كل الرفاهية وكل المتطلبات اللي بيطلبها المواطن الدقهلاوي. احنا نفذنا زي ما حضرتك قلتي 90% مشروعات. ابتدينا بالانفراستراكشر. بقالكوا كام سنة؟ احنا حضرتك البداية الفعلية هنقدر نقول من شهر سبتمبر 2019، يعني بنتكلم اراوند 3 سنين. ايه ده، مش 5 سنين لا يعني؟ لا، احنا البداية الفعلية سبتمبر 2019. عملنا حضرتك هنا اجمالي عمل يتجاوز ال 4 مليار جنيه. باشمهندس سيد، لو تقول لي عدد العمالة هنا، يعني 3 سنين، 3 سنين او اكتر؟ يعني او اكتر شويه. 3 سنين. يعني العمال، عدد العمال قد ايه؟ جايين منين؟ من اي محافظات؟ والله يا فندم احنا وصلنا هنا لعدد عماله تجاوز ال 1500 عامل بمختلف المجالات بتاعتهم، عماله عاديه لعماله حرفيه على مهن مختلفه، كهربائيه ميكانيكيه طبعا، بجانب الجهاز الاشراف من مهندسين ومهن اشرافيه. تجاوزنا تقريبا 1500 عامل على مدار المشروع من مختلف الاقاليم اللي حوالينا. يعني الموضوع ما كانش على قد المنصوره الجديده، احنا كلنا بره المحافظات، من كذا محافظه، شرقيه، غربيه، منوفيه، قلوبيه، يعني كان اقليم الدلتا كله شارك في المشروع دوت معانا من مختلف كل الاماكن. باشمهندس محمد، كلمني عن ال 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 المكونات، ما يسمى بالمكونات الذكية. يعني ممكن أي حد يبص على المكان، بنى حلو، شكله حلو، طراز معماري شكله أنيق ومخطط، شوارع واسعة، لكن أنا عايز أتكلم على الشيء اللي بيميز هذه المدينة، يقول لك مدن الجيل الرابع. نقطة مهمة جدا جدا، هي النقطة اللي سعادتك أشرت ليها، وهي الـ الـ البعد المختلف هنا في المنصورة الجديدة. في حاجة بنعرفها في بروجكت مانجمنت، ان انا النهاردة لازم استغل اللوكال ريسورسز. انا بحكم وقوع المنطقة المنصورة الجديدة جوه كثبان رملية استغلناها في رفع منسوب المدينة، ان ده فينس لينا، من خط دفاع، خط دفاع من التغير المناخي المحتمل وزيادة منسوب، ارتفاع منسوب المية. فبدأنا نعمل رفعنا منسوب الأرض بارتفاع حوالي 2 متر. أول فنس إن احنا رفعنا منسوب الشط متر، أول خط دفاع بالظبط، يعني أول جزء وبعد كده رفعنا الريتيننج وول بتاع الكورنيش متر كمان، فبقينا مرتفعين عن المنسوب الطبيعي 2 متر. فبالتالي أي زيادة في أو ارتفاع في منسوب مية البحر، احنا اوريدي واخدين البريكوشنز إن احنا افويد الكلام ده. هل هنشوف المنصورة الجديدة غرقانة في الشوارع ولا المدن الجديده مختلفه؟ بكل تاكيد لا ان شاء الله، لان ده اوريدي متاخد في الديزاين. احنا عندنا شبكه صرف
منفصلة تماما عن شبكة الري وعن شبكة الأمطار. ففي شبكة أمطار، شبكة صرف، ري وشبكة شبكة صرف. بالظبط كده، ثلاث شبكات بالظبط. أنا بشكركم، بشكر كل مهندسين وعمال المقاولين العرب على المجهود الكبير اللي عملوه، مش بس هنا، في كل أنحاء الجمهورية، بناء الحقيقة على مستوى متميز. وخلينا نروح مكان تاني في المنصورة الجديدة.